هذا يقول: متى يكون سب الصحابة كفرا؟ إذا كان يسبهم لما يحملونه من دين الله عز وجل، يسبهم لصحبتهم للرسول ولما تحملوه من العلم وبلغوه، هذا كفر بالله عز وجل. نعم. والغالب أن الذين يسبون الصحابة من هذا الباب، سبونهم لأنهم صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاروا واسطة بينه وبين الأمة في تبليغ الشريعة، هم الذين حملوها وبلغوها إلينا، نحن ما عاصرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شاهدنا الرسول، لكن الصحابة بلغونا عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن السنة، فجزاهم الله خير الجزاء. الصحابة هم الذين جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أظهر الله هذا الدين، وجاهدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نشروا هذا الدين، فلا يبغضهم إلا منافق، ما يبغض الصحابة إلا منافق الذي في قلبه إيمان يحب الصحابة ولا يبغضهم.